حديث العرب كما نعلم جميعا حديث شجون، وما تصورش انه يعني بين العرب حديث الا ما هو يبدا بالبكاء على الاطلال وينتهي باغنيه الاطلال لما تكون صوت. انا بتشرف وبعتز طبعا جدا يعني ان انا موجود مع استاذتنا الكبيره الراهبه الاعلاميه والمذيعه الكبيره والمعلمه العظيمه الاستاذه دوريا شرف الدين في برنامج حديث العرب. عموما يبقى ان انا في رحابه شديده مع استاذه كبيره، وربنا يسهل ونقدر نقدم حوار يعني يضع نورا في القلوب وفي العقول، ونقدر نقول كلمه مختلفه، ونقدر مع بعض يعني نفتح افاق وافق في عده دقائق محدوده لعده ازمان قادمه باذن الله. شكرا جدا. حوار جديد في حديث العرب من مصر الخميس 7:00 مساء على قناة مصر الأولى.